مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم، حيث نتابع مع حضراتكم لقطات لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة مجموعة العشرين في مراسم وضع إكلين من الظهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي في الهند. وتعد هذه الزيارة ليست الأولى للرئيس السيسي لضريح الزعيم الهندي، حيث سبقها زيارتان كان آخرها في يناير الماضي. ويعد المهاتما غاندي من أشهر المناضلين السياسيين في العالم، حيث وهب حياته لنشر سياسة المقاومة السلمية واللاعنف، واستمر على مدى أكثر من 50 عاماً يدعو إليها. ولد الزعيم الهندي الراحل في 2 أكتوبر من عام 1869 لعائلة هندية لها باع طويل في العمل السياسي، وسافر إلى بريطانيا عام 1882 لدراسة القانون، وعاد إلى بلاده في يوليو عام 1890. وفي عام 1893 سافر غاندي وعائلته إلى جنوب أفريقيا، واستمر حتى عام 1915 في الدفاع عن حقوق العمال الهنود أمام الشركات البريطانية بجنوب أفريقيا. وفي عام 1915 عاد إلى الهند، وخلال سنوات قليلة أصبح الزعيم الأكثر شعبية في البلاد. ركز عمله العام على النضال ضد الظلم الاجتماعي من جهة، وضد الاستعمار من جهة أخرى. وبسبب نضاله الطويل ترشح للفوز بجائزة نوبل 5 مرات، لكنه لم يفز بها. وفي 30 من يناير عام 1948 تم اغتيال الزعيم الهندي على يد متطرف هندوسي. تغطيتنا الحية ما زالت مستمرة مع حضراتكم، وهذه المتابعة لمتابعة لقطات لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة العشرين في مراسم وضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي في الهند.